يا جماعة اسمعوا، أشياء أقول لكم الحقيقة، البيت الكبير بينه كنز. كنز؟ إيش تقول أنت؟ إيش تتكلم يا فواز؟ أيوة بينه كنز وسرق، والسارق موجود بيننا وضروري ندري منو. بصراحة أنا لأول مرة أسمع إنه البيت الكبير فيه كنز. وأنا نفس الكلام، من زمان ما سمعت هذا الكلام نهائياً. إلا موجود من عهد جدكم، وضروري إن إحنا نبصره ونلقه ونتقاسم به. معك يا طارس. ما شبعت؟ ما قنعت؟ ما كفيك اللي نهبته عليا؟ عادك هكي تشتت شو دكان سامي تسرقه؟ اسكت يكسر لقفك. دكان سامي اشتركه بحرمالي والبصائر معي. البصائر هذه اضحك بين على واحد غيري، اما انا اعرفك البقي نعمان سارق ونصاب. اسكت اسكت يا بلطج يا قليل الحياة، يكسر لقفك ولقف للسوق ولا الكلام. انت قاعد تدور مشاكل، خرج من السوق خرج. اخرج يا فقير، بس نهايتك قربت وعلى ايدي يا فقير. طارق اخرج ولا قسما عظما لا تطرح يدك الكشف. خرج راجع لك يا فقير، نهايتك قربت يا فقير. يا بلطجي وعلى ايدي قاعد تدور مشاكل، لكن انا ساوريك من العمان. من هو ذا يا فقير؟ من هذا حرام لا اكله بالقراش؟ طلتوني حرام. زلقنا زلقنا، صلح بوري وانتم معنا. يلا
كل من على شغله. سهل يا طارش، حناك متقوق عند نعمان وانا اوريك يا بلطجي. اخوكم ما في جوع فجي عادت يفعل لنا مصيبه يا طارش. والله ما مسكت نفسي منه الا بالغصب، اقسم بالله لا كنت اطلع بروحه. اقول له بالحين انسى البقي واحنا ندور له على دكان تطب الله بينه. انسيه كيف انسيه؟ اقول لكم البقي شل دكاني وارضي وادخلوا لي انسيه. لكن طيب تشتون ادور دكان ثاني؟ شدور؟ بس ان انا انسى البقي والله ما راحت له. ولا يهمك، باناش ادور معك. واناش ادور معك، وش اخلي الزباين حقي كلهم يدوروا لك على محل، ولا يهمك. بعيني يا نعمان بعيني. صاحبي يا عدوان ما تخسرش. رجال يا سامي. اليوم سرقوا الكنز، الكمر والذهب داخله. هذا دليل انه خلاص عرفوا انه الكنز عندي. اليوم الثاني بيدخلوا يسرقوا الكنز. لا 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 لا، لازم ابدا اتصرف، لازم ابدا اتصرف بالكنز. ايوه، ابدا اشتري عماره واشتري دكاكي بالسوق ووسع شغلي، لانه كده ما بيخارجش الكنز بهذه الطريقه، ما بيخارجش. لا لا لا، لازم اكمل دراستي واتخرج، لازم. يا رب تشفيني واكمل دراستي واتوظف وارد جميل امي اللي تعبت وشقت علشاني. كيفك يا غدير؟ اهلا خل نبيل، كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف امورك؟ يا عم عبدو خلص شاي خل نبيل. لا 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 شكرا، بعد انا شربت لان في المحل. بالله عليك، الله يرضى عليك. كيف امورك؟ كيفك؟ تمام الحمد لله. كيف الشغل معك يا غدير؟ والله الحمد لله، مره كذا بس الايام دي موسم الحمد لله. لا بس ما شاء الله. ما تفكرش يا غدير توسعي من نشاطك؟ بالله اكيد لازم اوسع بعد فتره، بس الواحد يعني يبدا حبه. انا قصدي بدل ما عندك معمل صغير نسوي معمل كبير، منه نبيع جمله ونوزع لبقيه المحافظات. هي فكرة الصراحة، بس خليني أفكر بالموضوع أشوف كيف بسوي. تفكري بإيش يا غدير؟ كيف بإيش أفكر؟ أفكر برأس مال، أفكر بمواد، أفكر كيف بدأ. لحظة، إذا كان على رأس المال، رأس المال علي أنا. أنا محتاج خبرتك وإدارتك للمشروع. خلني بين رأس مال. مش قليل فلوس بتروح تشتري بقية القصع. رأس مال الله يحفظك، من فين لك رأس مال؟ ما تقلقيش يا غدير، رأس المال علي أنا. أنت بس أحسبي حسبتك وبلغتينا. يلا بسيبك تفكري، تمام؟ يلا مع السلامة. رأس مال معك؟ لا قل لي يا سعد، أمس لاحظته لما قلت المولد، لقيته أنت متأخر. ليش؟ أينك أنت؟ فقي انا فقي اساسا، ما كنت شاقي المولد هذا من اساسه، بس احتراما لك لا تزعل مني. نمو الحناش قلبك عليا وتعافات، والله لولا احتراما لك ان انا قرشته قلدم ثم يقرش الموزه. ليش مقابو بينكم انت والحناش؟ الحنش بس زوجتي وحمامه ما عرضوش رجعنا لي، زعم لمو ما معيش بها سنه فقير، عيروني بالفقر وهو قارو. خير يا سعد، انت الان قريب على شغلك، تمام؟ وانا ان شاء الله لما احتاجك تدعي لك. خلاص امشي. ايه الله معك. الحنش عليك. تمام خير. سامحك يا حنان. سامح رب زاد على الشيطان. تكذب عليا يا سعد انت والحنش؟ سهل على نعمان. لبيب افقي افقي هيا مدعي الحنش. الحنش؟ ايه الان. نايما الله ينعم عليك. ها وين رايح؟ حساب سجل لحق، مع السلامه.
هذا سجل لحق سجل دحاس سجل لحق سجل دحاس يا سامي ها 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 من نبيل ها ها حبيبي ها حبيبي كيف حالك يا سامي؟ والله تمام كيف حالك انت؟ كيف الشغل معك؟ والله الشغل الحمد لله على قد الحال كيف شو بحقق المحل يا سامي؟ يمين شمال هو ذا كل محل من زمان انت شنو كذا تطوروا تجددوا تعملوا شويه ديكور والله ما قفت الا في ما في قلبي ان انا وسعوا بس انت داري الظروف ما تسمحش ولا يهمك الفلوس تدبر وانا اللي بدخل معك شريك ونخلي هذا الصالون احسن صالون مش بالقحمليه بتعز كله والناس تجيلك من كل مكان والله ان جفت ما في قلبي ان انا افتح محل هكذا واسوي الديكور واخلي احسن محل داخلك يا جحمليه ويكون يجولي من كل تازح لغندي مالك تنهد ابني مالك مالك طالما انت عندك النيه وانا عندي الامكانيه خلاص تتسهل احسب حسابك نجلس ونتفق تمام خلاص وانا بعدك اتفقنا يا روح لك يلا الله يفتح عليك الله يفتح عليك الكلام اللي قال لك على سعد صحيح يا بقيه يعني تقنعني انك انت وسعد زعلين ام صحيح يا فقيه يا فقيه يا فقيه يا فقيه الحق 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 ما في فواز ونبيل يتهازروا قام يتضاربوا الحق الحقهم علامه والله مالي عد ما بخرجش اخرج من البيت الكبير انت هذا ساقط تخرج غصبا عنك ما بخرجش هذا نصيبي هذا البيت تخرج من بيتي ما نصيبي وانا نسب زوجتي ومعي توكي ادخلوني بس صلوا على النبي يا جماعه مالكم مو معانا للرفاس مو معانا للغاره مو في مو با نبيل هذا المجنون ايش خرجنا من بيتي انت مجنون هذا نصيبي بيت ابي وجدي اسمع يا فقيه قال اسكن يومين واخرج والان مدري كم غاله خلاص بس رشيد ما ابو زعيل الفضائح فوز ونبيل هاتهم للدقة عندي شنو نصلح بينهم صرفك الناس يلا يلا يا جماعة كل واحد يلا فوق شغله يا اخواني يلا يلا فوز نبيل يلا هناك قسم المطعم زي ما انا على دكة تنفق يلا سمع الرب زد على الشيطان مع ابو الزعيم نجلس نقول هذا غلطان وهذا مش غلطان خلاص للدهس نصلح بينكم وبس ما بش صلح الا لما يخرج نبيل من البيت الكبير واحد يخرج من بيته انا بيتي بيتي انت لا وكيل مكلف من ورثه ما انتش ورث يا اخي اسمله استحوا قليل على انفسكم ها سمعتوا بنا امه لا اله الا الله بايقع صلح يا فواز وبنجلس وبنجتمع لما ينوم كفايه بس خلاص يقع صلح بس نبيع البيت الكبير وكل واحد يبز نصيبه طيب بنجلس ونجتمع ونسد ونتفق يا عم رشيد اهلا وسهلا تعالوا عندي البيت اليوم نتفق ايام بيت انا ما جاي عندك ولا انا عجز لك ببيت خلاص مختلفين نجلس انا عاقل الحاره وانا اصلح بينكم تعالوا عندي البيت نصلح نشوف مو المشكله تمام يا رشيد موافق انا معك تمام يا فواز عندك عندك اليوم بعد العشاء دعوا معكم جوهرة واجيكم شو نصلح بينكم تمام جوهرة عليا الله معاكم الان يلا كل من بعد شغله هقعونا مشاكل الله معك يا عم بارك الله فيك ما قصرت الله يلا الله معك ها ولبيب وانت من اول قال قرقر ولا ببالك قلنا لك صلي حالي ولا لك هات خلصني خدم على السيارة يا اخي انا موت يا اخي انا مش هاي بوس ها بشري ياسين انتحر للأسف بس الباقي معي شو بتحب أساوي فيهم كيف قتل نفسه ما عرفتيش أي حاجة عن الشنطة لا بوس ما قدرت أعرف أي شيء نبيل طلعت أنت ورا دي العقربة شش اخلص لا 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 خليه خليه يكلمني الفقي يا نبيل طلعت مش بسيطة يعني انت ورا كل هذه الفوضى ايش اللي تشتيه؟ ايش اللي تشتيه؟ كل خير يا فقي زي ما كنت انت زمان تشتي خير للقحملية بس الادوار تغيرت هذه المرة سارة بس اطلعي على جنب وتكلمي معي لوحدك حاضر حاضر يا نبيل انا ماليش دخل نبيل يا نبيل اوكي بابا ثانك يو ايش؟
خلاص أبوي حجز لي على أول رحلة أنا وغدير. الحمد لله رب العالمين. مازن ما غيرتش رأيك؟ ما عدش معانا؟ لا والله، بس أوعدك وعد شرف إنه بعد ما اطمن على ياسين والفقيه إننا بلحقكم على أول طيارة. الحمد لله. الحمد لله. وعفاف انتو من تحضرين؟ كيفك يا حقة؟ الحمد لله الحمد لله. قل ما اني بعيد من الناس، اني بخير. الله يبعد عنك شر الناس. آمين. سميرة بندخل داخل. كيفة؟ ايناش تدخلين؟ شتدخل غرفتي يا حقة؟ هذي بيطي بيطي نين. قال غرفته شائي تضايف في حقك بنوي تصحباتك هنا ضايف في حقك الأصحبات. بس يا حقا أصا وبعد قولي لهن وقعن خفيفات كل يوم صارحات مروحات مو بو عرف كان الطريق. يا حقا الله يحفظك اني مشوق لهن. مالك يا عفا، احنا قلنا لا نبصرك. يلا قد أخذنا بنقوم نروح. سامحني أنا فدأ بك. سامحني ما يصطحنش، عرفنا الطريق. صباح الخير مساء الخير. أسألك سؤال يا غدير. تفضل اسأل. نبيل، يوم ما كان عندي بالمولد وحصل اللي حصل، ما سمعتي شيء؟ ما بصرتي شيء؟ ما حسيتي بشيء؟ سمعت قليل كده قربعة ولقيت هذه. وبالدرك ما حصلتش حد؟ لا ما حصلش حد، بس لما خرجت من الباب اشوف لقيت طارش كده قازع. بس طارش؟ ايوه يعني مش هو اللي سرق، يعني اقول لك لقيته كده ماشي بس. ومو اللي يخليك متاكد انه طارش مش السارق؟ لا هو السارق يعني بلاقيه يجري بيفحط، مش يعني يمشي دلدلة. صح ولا لا؟ هي لقيته بس اللي كده ماشي. وشفتي حد غيره؟ لا ما لقيتش الا هذه بالدرجة وبس. هذه أكيد العتلة اللي استخدمها السارق وكسر الباب يوم السرقة. الله أعلم. الله إيه. عموماً ما علينا. دحين ما قلتي بموضوع اللي بيننا. إيش من موضوع؟ موضوع زواجنا. يا فقي الله يحفظك، أنا لا قادر أفكر ولا قادر أرد خبر. أنا كل حسي وبالي كله عند ابني وبس. يا غدير ابنك بخير. ابنك بخير افهمي. أكثر من مرة تقول لي يا فقي إن ابنك بخير. ايش اللي ياكد لك؟ قصدي انه بخير، اكيد بيكون بخير. وخلي هذا الموضوع عليا ان شاء الله. لو وقع نصيب وتزوجنا انا شدور لك ودي لك ابنك لعندك. لكن بصراحه موضوع زواجنا ذا طوال، وانا مشيش اجلس كل ساعه رفس رفس. انا مهلك يومين، فكري ان بو نصيب بسم الله، ما باش نصيب خلاص نقفل الموضوع. يلا خاطركم. مع السلامه. شفتي؟ مش قلت لك هو اللي شال ابني؟ مصيبة الفقيه، حسبي الله فيه ونعم الوكيل، حسبي الله. اصلا ايش اللي بيخليه متاكد انه ابني تمام ما في بش حاجه؟ يما انت متاكده ان الفقيه مش وراه هذا المشكله؟ ايوه متاكده انه مش وراه. مدري ليش مالش مصدق. يو يا ساتر والله غاجل الذي رجعت فيك. بين اقول لك مش هو. عادهم اليوم اجتمعوا عنده الصبح وسد بينهم وعايزيدوا يجتمعوا في البيت يتموا الصلح. على الله، الله يجمل صورته بي عندي. استغفر الله العظيم. هات قهوة بس. المهم حناش لازم نبيل نشوف لنا حل معه ويأثرت انا الكنز. يعني ايش تقول لي انك ما حصلتش الكنز يا سعد؟ الرفاس يا اخي قل لك لا كن فهم ممكن كم اجلس اعلمك. قل لك دخلت وما حصلتش حاجه. ملك ايش تعملوا؟ ايش دادوه؟ اجلس دادوه لاصحاب الحاره كلهم صح؟ انا فارغ لهم. ابو الله اخطفوه وعذبوه. حرم لا تستزوا بكهرباء وعبي قسمه كهرباء حناش وحوله مثل الماطور تشبك منه القحمليه كلها وتلصق.
اسمع لو كان اعترف للاجانب اللي بعد ما عذبنه كان شي يموت بين ايديهم. بس اجانب شبكوا له كهرباء من الكوبس، انا والله لا شبكوا له كهرباء من العمومين، وما خلوش بس يعترف ان الكنز حق البيت الكبير، لا خلوه يعترف ان الكنز حق الدوله الرسوليه بكل مخبى. وانا سعد شوف انت. غدير غدير حبيبتي، اليوم معنا اجتماع عند الفقيه علشان البيت الكبير، ايش رايك تجي معي؟ مانيش دخلني فيه بكم بالله، الله يحفظك. روحي وخليني بهمي بس. ربنا يفرج همك يا رب يا رب، ترجع لنا مازن يا رب بخير يا رب يا رب. يا جماعة انتم اهل قبل كل شيء، فصفوا نفوسكم من الحساوس واللواسس والحواسس، ونقوا قلوبكم ومشاكلكم كلها استهتر. يا فقيه المشكلة الأساسية في البيت الكبير، مش نتقاسم كل واحد شو نحطه. طيب يا نبيل ما قلناش حاجة، ونحن ليش مجتمعين؟ مش من سهل البيت الكبير ونحل مشكلته؟ يا جماعة اسمعوا، أشياء أقول لكم الحقيقة، البيت الكبير بينه كنز. كنز؟ إيش تقول أنت؟ إيش تتكلم يا فواد؟ أيوة بينه كنز، وسرق والسارق موجود بيننا، وضروري ندري منو. بصراحة أنا لأول مرة أسمع إنه البيت الكبير فيه كنز. وأنا نفس الكلام، من زمان ما سمعت هذا الكلام نهائياً. إلا موجود من عهد جدكم، وضروري إن إحنا نبصره ونلقه ونتقاسم به. إيش من كنز؟ هل كان في كنز؟ إيش من كنز يا فواز؟ إيش من كنز أنت تقول أي كلام؟ هذا كلام فاضي. ولقد نسيت إنه قدنا مات هو مديون. هيلك لعيسة العصاك، مو ده خبر، مو من كنز، مو من خبر فاضي. قفل هذا الموضوع. ما بيش غير خيزراء تقدر ترجع ابنش. من خيزراء انت؟ عمة الفقيه تعرف عنه كل حاجة وتدرى كيف تجيله، ولو كان هو الذي خطف الولد عتقوليش هي مرة حقانية. طب كيف اروح على يدي فين ساكنة؟ انا عاد اقوليش بس ما تخرجي من عندها الا والخبر كل ماش. طبعا بروح عليه شيء اشوف خبر ابني ايش حاصل. وادي الضباب سيري لها. وادي الضباب ضروري يا جماعة نرجع الكنز وتقاسمناه بيناتنا البين. ليش ما كلمتنا بهذا الكلام من قبل؟ انا اعرف كل اليومتين هذه، هذا دليل ان الكلام هذا كله فاضي وانه ما فيش كنز من اساسه. نحن في كنز ولا ما فيش كنز؟ خبط هنا خبط. انت كيف تشوف يا فقي؟ اشوف ما بش كنز. عقلوا انا الكنز قدكم مات مديون، تعرف مات مديون؟ بعدين انا عاقل القحمليه وابن القحمليه واعرف كل شيء، ما بوش كنز. صح كلامك يا فقي صح، انا ابي وعمامي جلسوا يسددوا ديون جدي الى فتره قريبه اصلا. هذا دليل انه اصلا ما فيش كنز. بيعوا البيت هذه اللي سبب مشاكلكم وتقسموها فلوس وعملوا لكم حاجه. انا بصراحه ببيع نصيبي. اني ما ببيعش، انا ما نش عابي حق مرتي، مرتي اديت لي توكيل ما نش عابي. ولا انا خلاص اشتبي. ايوه انا ببيع، وعيل عمي اللي يشتري يقول الان. ما نش اشتري نصيب رشيد، ما حدا اشتري. خلاص انا اشتري. بكم حسبت النصيب الواحد يا فقي؟ النصيب الواحد بمليون وخمس. كيف؟ بكم؟ قليل جدا يا رشيد، هذا سعر المنطقة. تمام ايوه. طيب يا فقي خلي حنا نفكر وبنرد لك ان شاء الله. يا فقي اني بذمتك. ولا يهمك. خلاص اعذرنا انا حبنت حقك. يلا الله معاكم. استاذنك. مع السلامة. فواز اجلس اشتي. تفضلوا. الله معاكم. مو بك يا فقي. صنف لك تقوم تفضح الموضوع قدام الناس؟ انت هبل؟ ولا افتهم لك؟ وردك تعقل؟ الان ما برضوش يبيعوا لنا نصيبهم بالبيت. اما موضوع السرقه انا داري منو سرق الكنز. تعرف؟ منو؟ نبيل، نبيل هو اللي سرق الكنز. نبيل؟ والله انا كنت شاكك انه نبيل، قسما بالله انا شاكك انه نبيل. هو جالس بالبيت الكبير لحاله، واكيد انه حصل على الخريطه وبس يدور على الكنز براحته، اكيد انه نبيل، انا شاكك انه نبيل. خلاص اللي حصل حصل. الان خلينا نفكر كيف نرجع الكنز، لان نبيل اهبل خبى الكنز بالبيت بعد ما سرقه
ثمن سرقوا على نبيل. أنا شاكك إنه طارش، لأنه غدير قال شفته يوم السرقة عند البيت. طارش؟ إيه، واشتيك أنا أتكلمه. تمام الآن ولي أكلمه؟ موجة الآن، هدوء بعقل، بكرة تكلمه، تقص لنا الموضوع. تمام؟ تمام، الله معك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا قلبي يا مناه، يا قلبي أدوك الحلاوة اللي بنفسش. أعابوا لا تحلي وعلى النبي صلي. ما الحب حقي زاعل؟ أش فيه؟ ولا في شيء. ما نزعلش، فوق ما قبل لك العشاء. ما اشتيش عشاء؟ طب اش اشتي؟ اش تعرف اش فيش؟ كلميني. شوفي يا سلام، لو تشي تتزوج انا ما بقدرش اقول لك لا. اتزوج؟ صلي على النبي يا مرا. راح اتزوج يا سلام وعادي عندي. الان عرفتني ليش كل واحد من عيال عمك كل يوم معه مصيبة. هيا انت بتبيعي نصيبك من البيت. منو قال لك انني ببيع نصيبي؟ عدني لو محصل نصيبي بالكنز بشتري كنز. يلا ان شاء الله تلاقوا اللي سرقه ونحصل اللي سرق ابنك حبيبتي. كمان ليش المازن معروف يا اما؟ قد انا عارفه ان وجه الحارق ما بيعجبكش، وانك تزوجتني بس شفقه، بس كنت اكذب على نفسي واقول انك تحبني. يا مرا احبش، وانت داري ان انا احبش. لا انت ما تحبني عشان تزوجتني شفقه، وعادك تدافع على غدر وتروح معي للبيت. يا مرا انا ازعلك عليه، وبعد انا وقفك معي مش ان انا معجب به. معلش يا منى. كان عشان ايش يا بنت الموقف اللي حصل؟ ليه ولا لغيري ماش اسكت شعله، وانت داريه يعني. وانا احسب البنات الا مثل خواتي. يا مرا انا احبش وانت داريه، وبعدين انت احلى واحده بالحاره. اقول ليش انت احلى واحده بتعز؟ حتى وجهي حارق. كل حرق بسيط يا مرا، وبعد انا قسامك احمد اني سير انا وهو لا عند الدكتور حق التجميل وفعلنا ليش العمليه. صدق يا سلام؟ ايوه صدق، وبعد انا مشتيش تكوني تصدقي اي كلام ولا تصدق احد. انا اسفه يا سلام، سامحني. وانا مسامح ليش، ومشتيش تفكري اي تفكير، وانت داريه ما ابوش بقلبي غيرش. انا كمان احبك. الله يحفظك. اهلا 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 يا فواز، تفضل. يا فواز مقابل كربك من صباح الصبح لا عندي خير. الواحد يقول صباح الخير، صباح الوارد. قول بالموضوع، ما اناش فاضي للصباحات. الصدق انا اجوك لعندك من اجل تعترف لي. واعترف لك بمو ان شاء الله. بسرقة بيت نبيل. كيف؟ مالك يا فواز منو سرق بيت نبيل؟ اسمح اسمح، انا داري كل شيء. هات اللي بزيكم بيت نبيل ونتقاسم بوب النص، ولا من شاف ولا من دريني. اشهد يا الله، اشهد يا الله على صلاحه. فواز تقاسمك بحق مين؟ اقول لك منو اللي سرق. انزح عليك. انا امس جالس ادورك بالمولد حق الفقيه. انا لا انا حق موالد ولا لي بالموالد، والفقيه حقكم وحدكم، انتم دارين ايش بيننا ومن مشاكل. بس بونس قالوا انهم شافوا وانت تمشي من جنب البيت الكبير وقت السرقه. قل لي مو كم معاك؟ ولا مشيتوا من جنب البيت الكبير؟ قد انا سارق كم مشوا يا ناس؟ وسعد اخي مشي من جنب البيت، خلاص كلهم سرق. حتى سعد الخفيف؟ ها موبو. ولا ابو انا مشغول. خاطرك خاطرك، وشكرا على كرم الضيافه. انا اشهد الله، انا اشهد الله على هذه الحاره وعلى ابي. الشذا والشوق طبح الأذى، والناس من ذا وذا، والجحملية حياة، والجحملية حياة. تلقى اللعين
الروح وانسان يتبع حواه تلقى النعيم الطموح تلقى العزيز القلوب واحد بأرض ونور وانسان يتبع حواه الجحمني يا حياة الجحمني يا حياة.